أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، أرحب بحضراتكم من جديد ضمن هذه المنافسة، ضمن هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة التي تشهد انطلاقات شعارات أصحاب السمو والشيوخ الخاصة بسن اللقاية، ضمن انطلاقات هذا المحفل الكبير مهرجان أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. ضمن هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة اللجنة العربية الأصيلة، عراقة الماضي وطموح المستقبل وفخر للأجيال، رياضة اللجنة العربية الأصيلة، هذه الرياضة التي حظيت بدعم سخي من ولاة الأمر يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. فشكرا من القلب إلى القلب على هذا الدعم السخي لموروثنا الغالي رياضة اللجنة العربية الأصيلة. شوطنا ينطلق قبل قليل، شوط الختام الخاص باللقاية الأبكار، جائز هذا الشوط سيارة تنتظر فائزا من بين هذه الذلل الأصايل. مقدمة الشوط المركز الأول، وتابع حضور غند أو غند لجنة الشيحانية وجار الله بن محمد بن عقيل الحاضر مقدم لنا غند على البداية، بينما المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات من الواصلة ند الشبا لهجن سيح السلم سعيد بن عبيد السبوسي، يتابع لنا حضور ند الشبا القادمة على المركز الثاني. المركز الثالث الحضور من الصعبة للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان سعيد بن مبروك الوهيبي، يقدم لنا الصعبة بأدائه المميز على المركز الثالث. المركز الرابع الحاضرة في هذه اللحظات شوشرة شعار الشيخ ذياب بن سيف بن محمد محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يتابع لنا حضور وانطلاق انطلاقة شوشرة على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع أيها المتابعون الكرام الاسم الحاضر قادم الضبي بشعار يجن الرياسة، من يتابع لنا الضبي راشد بن محمد بالسم المنصوري الحاضر على المركز الخامس. هكذا أيها المتابعون الكرام عبر قناة الريان، عبر موقع الأبرقة، أعلنت على حضراتكم الخمس المراكز الأولى المتواجدة في دائرة هذا النداء. أعود إلى بداية الشوط، إلى المركز الأول، إلى هجن الشحانية مع غند هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا انطلاقته البداية الأولى. المركز الثاني الحضور من ند الشبا هجن سيح السلم الحاضرة مقدم لنا ند الشبا، من يتابع لنا في عملية التضمير والقيادة سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي الحاضر على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الحضور في هذه اللحظات من الصعبة الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبروك الوهيبي يقدم لنا الصعبة بأدائه الصعب المميز، بينما المركز الرابع أتابع الحضور اللي تسلل ثنائي مميز هنا في هذه اللحظات، انطلقت من الجانب الأيمن هنالك شوشرة الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين ينطلقون على المركز الأول. المركز الخامس أختم بهذا النداء حضور شعارات أجن أم الزبار الحاضرة في هذه اللحظات، تنطلق المركز الخامس تتسلل إلى المركز الرابع من الجانب الأيمن، تنحجب الرؤية عن رؤية الرقم لحظات ونتعرف ونحن وإياكم حضور أجن أم الزبار الحاضرة. هنالك غزر عبد الله بن علي بن حامد بن سلامة الهاجري يتابع حالنا المحنك في هذه اللحظات، ايضا هجن الشحانية الحاضر كتايب جابر بن سالم بن جابر بن فران المري يحضر ويقدم لنا كتايب. هكذا هي النتيجة، بدأت اللقاية بالحضور، بدأت المعركة معركة طاحنة هنا مع بوابة الكيل الاخير الكيل الخطير، تفصلنا عن السيارة يقود المسيرة
الشبل جابر بن سلمة فران المري يقدم لنا كتايب مع اجن الشحنية على البداية الاولى الحضوري من اجن الرئاسة القادمة في هذه اللحظات. بدأت المعركة بهذه الاثناء تنطلق وتتقدم هنا المتحدة سالم بن سعيد بن راشد بن عمان المهيري يقدم لنا متحدة ايضا اجن ام الزبار مع المحنك غزر 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 عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري وحضور الجسور اجن الشحنية جار الله بن محمد بن عقيل بن عقيل الله ولكن العودة الى ركب المقدمة تنطلق هنالك على البداية المتحدة اجن الرئاسة سالم بن سعيد بن راشد بن عمان الميري المحنك ثانيا والحاضرة راوية محمد بن بخيت بن حميد بن مرقان المقارع حاضر مع اجن ام الزبار ولكن المتحدة اجن الرئاسة اجن الرئاسة على المركز الاول ام الزبار الحاضرة اجري ام الزبار مع من مرقان في هذه اللحظات معركة ثنية امتار اخيرة ولكن المتحدة اجن الرئاسة تنطلق بأدايا المميز سالم بن سعيد بن راشد بن عماد المهاري سلام لهجن الرئاسة على هذا الفوز. المركز الثاني اجري ام الزبار مع راوية محمد بن مخيت بن حميد بن برقان المقاهرة على المركز الثالث شعاري غزر اجري ام الزبار عبد الله بن حمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجر المركز الرابع شعاري هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع دغاش. المركز الخامس كتايب لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن جابر بن فران المري. نعود بالتهنئة لهجن الرئاسة على فوز المتحدة سالم بن سعيد بن راشد بن عمان المهيري على هذا الانتصار والفوز المميز. 7 دقائق و40 ثانية و60 جزءا من الثانية هذا توقيت المتحدة تهنئة لهجن الرئاسة. المركز الثاني راوية لهجن ام الزبار محمد بن بخيت بن حميد بن برقان المقارع 7 دقائق و41 ثانية 10 اجزاء من الثانية. المركز الثالث حضور غزر لهجن ام الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. توقيت الزمن يا مخرجنا 7 دقائق و41 ثانية 94 جزءا من الثانية. تاني نوال مبروك للأخوة الفائزين في هذا الصباح هذا نور لمن لم يحالفوا الحظ. نعود بالتانية للأصحاب الأشواط الرئيسية والتوقيت الأفضل في هذا الصباح النشرة الختامية لهذا الصباح المميز المخصص لسن اللقاية لظى لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تابعها لنا المجازف انتزعت الشوط الاول الرئيسي بينما تعزم لهجن الرئاسة ايضا مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بينما اتت غلاء صاحبة التوقيت الافضل لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري 7 دقائق 29 ثانية 10 اجزاء من الثانية. تاني الف مبروك لجميع الفائزين في هذا الصباح حظا اوفر لمن لم يحالفه الحظ. انتظرونا باذن الله تعالى في مساء هذا اليوم انتظرونا في مساء هذا اليوم واشواط رموز اصحاب اشواط سمو الشيوخ والسعاده. نتمنى التوفيق للجميع. تقبلوا تحياتي فسلام الله عليكم ورحمه منه تعالى وبركاته.